فاطمه تسوي غدا بخير الحمد لله اصدقائها زوينه غاس هذا البيرسوناج عطاني الحياه عطاني امل في الميدان الفني عطاني حب الناس عطاني احترام الناس عطاني تقديرهم عطاني روح عطاني اكسير الحياه وسيت ان بيرسوناج كوم دوت انا كندوي على بزاف ديال البيرسوناج دويت على لا بلوغوز دويت على الخياطات دويت على كندوي على المغنيات غندوي على الممثلات غندوي على الصحراويات على شمحات على عربيات يعني على جميع الاجناس ما عنديش شيء بالضبط كل واحد ونورتو دونك في اطار كوميك لان ما كنظنش انك نقول شي حاجه خارجه من الحياه او لا جارحه او لا حطمت حياه شي حد فما حد انا في كادر كوميك ما حدي كندير خدمتي ليا حرفتي فما انا ما نزلتش جو سوي با ني دو لا دانيير في هذه شخصيه كنعرفها انا عندي كارير ديال 15 سنه من قبل الناس اللي كتعرفني يمكن كنت قليل الحضور من قبل وجوردي شويه اكثر بالبيرسونج ديال فاطمه تاوكي حتى ملي انا نهضر واخا ما كنبغيش نهضر بزاف الحمد لله صراحه كيجيو بزاف لي زيرسيون ما تعرفش لا زيرسيون من لا فوش فيرسيون المهم اللي كنعرف انا هو ان الناس ضروا داك الحساب بزاف انا واحد منهم بزاف الناس ضروا يمكن انا اقل ضررا من الناس حدا اخرين مي بزاف الناس ضروا شكون اللي ورا هاد الشيء علاش كيفاش الله اعلم ملي اللي وقع اللي طرا يعني دابا الناس مشات في الحبس او لا تبرع هذا ما غيبدل شي حاجه كثيره ما بغيتش لان ملي اكتشفت الفيديوهات اللي تسربوا ديالي لقيتهم انا متسربون عند صديق قريب ليا بزاف فما بغيتش نضر عائلته ما بغيتش نضره فسكرت على الموضوع